التحديث 16.10 اللي هو التحديث الأول بالنسبة لفورتنايت للسيزون السادس، وحمل معنا تغييرات خرافية جدا وحلوة بالنسبة لهذا السيزون، وهم إضافة الديناصورات وسكنات جديدة أنمي رح تعجب كل عشاق الأنمي واللي بيتابعوا الأنمي بشكل عام، ورح يكون معنا شوية أخبار عن السلاح الجديد وأعداد التحديثات، وأهم شيء الشوت جان برايمن رح يتم تضعيفه بشكل كبير ورح يكون معنا باللعبة إن شاء الله بشكل مضاعف. فلا تنسى تكمل المقطع للآخر لتشوف جميع تسريبات التحديث رقم 16.10 وتحط لايك تكتب كومنت حلو برأيك ليوصل لكل مكان. كود دعم بالآيتم شوب نموت لو حابين تستخدموا وتشتروا اي شيء من الايتم شوب، ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. بالنسبة لتحديث 16.10 هذا التحديث الاول بالنسبة للموسم السادس، ولكن قبل ما اقلكم اي شيء رح اقلكم عن عدد التحديثات اللي حيكون معنا بهذا السيزون. بهذا السيزون اللي حيكون معنا عدد تحديثات كبير مثل مظهر امامك، رح يكون معنا 6 تحديثات كاملة بالنسبة لهذا السيزون. وطبعا حابب اقلكم معلومة انه تم اضافة التحديث الجديد تبع سيزون 17 اللي هو السيزون السابع، يعني رح يكون معنا داخل ملفات اللعبة وتم اضافته بشكل رسمي. فعدد التحديثات بهذا السيزون رح تكون 6 تحديثات او 5 تحديثات مثل ما حكوا بداخل ملفات اللعبة، فبدي اياك تجهز باقاتك خلال هذا السيزون. وخلينا مع بعض ننتقل بالنسبه لاحجام التحديثات. احجام التحديثات مثل المظهر امامك هذول هن جميع التحديثات بالنسبه لفورتنايت، ورح يكون معنا البي سي طبعا اللي هو اعلى واحد رح يكون بسعه 9.1 جيجا بايت، هي هو بالنسبه لجميع التحديثات، والبي سي رح يكون اعلى واحد ب 9 جيجا بايت. وخلينا هلا مع بعض ننتقل بالنسبه للتسريبات بشكل كامل. طبعا كلكم بتعرفوا الشوت جان الجديد اللي هو ظاهر امامكم، هذا الشوت جان كان من احد اسباب اللاعب المشهور بوغا انه ترك اللعبه، لانه فعلا هذا الشوت جان كان اوفر باور ودمجه كثير عالي وما حدا بيقدر يوقفه بوشه طول ما انت انحصرت معه ببوكس. ولكن بهذا التحديث بطئوا الشوت جان وضاعفوا الشوت جان بنفس الوقت، يعني فعليا هذا الشوت جان صار لازم ترميه بالزباله لانه فعليا ما عاد له اي داعي باللعبه. طبعا لو كان معك شوت جان ايبك او ازرق او اي لون ثاني فعليا انت رح تجيبه بخشمه ورح تنزله نوك مباشره. فانا رح اورجيك مقطع شلون صار الدمج تبعه وارجع لكم. فشو رايك بتضعيف هالشوتجن؟ هل هو هذا الشيء صح ولا لا؟ انا بالنسبه لي شايف الموضوع صح 100% وبتمنى انه ينشال اصلا من هذا السيزون. وخلينا هلا مع بعض ننتقل بالنسبه للتسريبات من داخل ملفات اللعبه والاضافه الحلوه اللي كانت معنا بهذا التحديث اللي هي اضافه الديناصورات. طبعا كلياتكم كنتوا متوقعين انه الديناصورات تنزل معنا بلعبه فورتنايت وتاخذوها مثل وسيله تنقل باللعبه مثل السيارات بشكل عام، ولكن بعد ما شفنا الستيج الاول والثاني والثالث بالنسبه للبيض قبل هذا التحديث، حاليا فاس معنا البيض بلعبه فورتنايت وطلع منا الديناصورات اللي ظاهرين امامك، ومثل مظهر امامك بالاماكن اللي كان فيها بيض او فيها هياكل عظميه تبع الديناصورات انكسرت وطلع منها الديناصورات بشكل كامل. فالديناصور رح يكون مثل الحيوانات الثانيه اللي هي مثل الخنزير او الثعلب او الدجاج بشكل عام، رح يركض عليك ويدمجك لو قربت عليه، ورح تضربه وتاخذ منه اشياء مثلا مثل العظم او مثل اللحم تبعه لحتى يعطيك هي. فالديناصور رح يكون معنا بهذا الشكل، وانا هلا رح اورجيكم مقطع عن الانيميشن تبعه من داخل اللعبه ومن داخل ملفات اللعبه. فشو رايك باضافه الديناصورات؟ هل انت كنت متوقع ان الاضافه تكون مثل وسيله تنقل، ولا انت كنت متوقع مثل الحيوانات الثانيه؟ اكتب لي تحت بالتعليقات. وبالنسبه لجميع عشاق الانمي، جايب لكم هلا خبر حلو بالنسبه للسكنات الجديده القادمه معنا بفورتنايت اللي هو سكن الانمي اللي ظاهر امامكم. هذا السكن اللي حيكون انمي بشكل كامل مثل اللي كان موجود معنا بالبتل باس الماضي. طبعا مثل مظاهر امامك السكن اللي حيكون بشكل انيميشن كامل ورح يكون له 3 ستايلات، والسكن المختلف مثل مظاهر امامك عم تتغير الصوره بالنسبه للسكن، ورح يكون معه 3 بيكاكسات او 3 بيكاكس بشكل عام، رح يكون كل بيكاكس له ستايل ثاني. طبعا مثل مظهر امامك هذول هن البيكاكس اللي ظاهرين امامك، طبعا كل واحد رح يكون له الدبل ورح يكون له السنجل اللي هو السيف الواحد او البيكاكس الواحد بشكل عام. فطبعا انا رح اورجيك هلا مقطع بالنسبه لجميع السكنات، بس نحكي عن السكنات بشكل كامل. وبالنسبه للسكنات بشكل كامل، السكنات مثل مظهر امامك تم اضافه هذول السكنات بشكل كامل، ورح يكون معنا السكن الاورنج اللي معلم عليه. هذا السكن رح يكون له كذا سكن وكذا شخصيه، مثلا عندك انجولو وعندك البنت الشقره نفس السكن، ولكن السكن رح يكون له ستايلين، ستايل لابسه طاقيه او مثل مظهر امامك تبع الارنب، وستايل رح يكون بلا طاقيه الارنب، ولكن السكن رح يكون بسعر منفرد، يعني ممكن يكون ب 800 او 1200، والسكن رح يكون له ستايل واحد بطاقيه الارنب واحد من غيره. وفي عندك السكن تبع الارنب تبع عيد الربيع اللي حيكون كمان له 3 ستايلات، واحد اورانج واحد بلاك واحد بلو، هي بالنسبه لجميع الالوان والاضافات. وعندك سكن البطه الاصفر اللي ظاهر امامك، هاي جميع السكنات. وانا هلا رح اورجيك مقطع عن جميع السكنات تبعات الانمي وتبعات اللي تمت اضافتها معنا بملفات اللعبه.
وبالنسبه للسلاح الجديد اللي حكينا عليه بالتسريبات الماضيه، السلاح هذا يا شباب اللي انا قلت لكم اللي حيكون باسم قاذف الخرده، فعليا انت رح تقذف الخرده او الزباله على الاعداء بشكل عام، ورح يكون الامو تبعه عباره عن خرده. وطبعا حكينا هذا الموضوع، واليوم بهذا التحديث 7.16.10 نزل معنا التحديث هذا ونزل معنا السلاح داخل ملفات اللعبه، والسلاح رح يكون بهذا الشكل بشكل مؤكد، ورح يكون له امو خاصه موجوده بالارض. طبعا اللي احنا كنا حاكين قبل انه الامو رح تكون عباره عن تجميع خرده، وانت رح تقدر تحطها داخل السلاح كامو او ذخيره وتضرب فيه، ولكن نزل له امو خصوصي داخل ملفات اللعبه مثل مظاهر امامك، اللي هي فعليا امو على شكل خرده عباره عن طوب وحديد هيك مشكلين يعني مثل مشايفه انت امامك. فلحد هلا ما عنده معلومات كافيه بالنسبه للدمج تبعه او نزل باللعبه ولا لا، هذا كله من داخل ملفات اللعبه، فانت طبعا لازم تحدث وتفوت على اللعبه وتشوف شو الجديد فيها، وانا طبعا ما بنقول لك غير الاخبار الجديده وداخل التسريبات. وبالنسبه للشيء الاخير اللي هن عن ستايلات الجديده تبعات الباتل باس، كلها تكون كل سيزون بالشابتر الثاني، كل سيزون بينزل لكل سكين بالباتل باس بينزل له 3 ستايلات جديده، ولكن حاليا معنا 3 ستايلات خرافيين جدا بالنسبه لهذا السيزون. رح يكون معنا سكنات اللي ظاهرين امامك او هدول الستايلات تبع السكنات تبعات الباتل باس، ما في اي شيء مثلا بالنسبه لجونسي او السكنات الثانيه، السكنات الوحيده اللي اخذت على ستايلات هدول اللي ظاهرين امامك، رح يكون الى مثل العاده السيلفر، رح يكون الى الجولد، ورح يكون الى الباربل او الايبك او البنفسجي يعني كذا ما بتسموه. فرح يكون لكل سكن من هدول 3 ستايلات رح تاخذهم عن طريق التلفيل بشكل عام، كل ما لعبت ولفلت اكثر رح تفتح معك ستايل جديد بالنسبه لجميع السكنات. واخر شيء معنا بالنسبه للسكنات والستايلات رح يكون معنا هذا السكن اللي ظاهر امامك، هذا السكن حصل على ستايل جديد اللي هو الستايل باسم الرينبو او قوس القزح مثل ما ظاهر امامك هذا هو، فانت لو عندك هذا السكن مبروك عليك الستايل الجديد بالنسبه لهذا السكن. وهيك بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا اليوم، بتمنى انه يكون عجبك التسريبات، واكتب لي تحت بالتعليقات شو اكثر تسريب عجبك او شو اكثر اضافه عجبتك بهذا التحديث، ولا تنسى تستخدم كود دعم بالايتم شوب لمدفع لو حابب تشتري اي شيء وتدعمني على المجهود. شكرا لكم وبرعايه الله.